احدى الاخوات الملتزمات حضرت درس في الجامع لاحدى الداعيات، وكانت بتتكلم فيه عن الدعوه الى الله، وان اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، ان لو عقوبه المعاصي اللي بتحصل دلوقتي في بلاد المسلمين نزلت مش هتنزل على العصاه بس، هتنزل على اللي عصى وعلى اللي سكت. الاخت من يعني مركز تبع المنصوره راحت تركب العربيه بتاعه المواصله بتاعتها، فما لقتش غير مكان واحد بس اللي فاضي قدام جنب السواق جنب الشباك، واللي قاعد ما بينها وبين السواق راجل كبير وقور ملتحي شكله عليه الوقار والصلاح كده باذن الله. الاخت ركبت في المكان بتاعها والعربيه انطلقت للمركز، لقت الراجل حاطط المصحف مقطع، ورقه مقطع شكله غريب، كاتب حسابات بالجاف، حسابات الفلوس بتاعته على ورق المصحف، كل ما يفتكر حاجه ولا عايز يكتب حاجه يكتبها في هوامش المصحف، حاطط صور وحاطط ورق وحاطط اوراقه جوه المصحف، شكل عجيب. الراجل قال للسواق: ايه ده يا ابني؟ ده كلام ربنا يا ابني. السواق قال له: عم الحاج هنعمل ايه؟ قال له: يا ابني ده كلام ربنا. قال له: بقول لك ايه، دماغك يا عم الحاج، سيبنا الله يخليك، احنا ماشيين على طريق مالكش دعوه بيا. الراجل مالوش دعوه بيه ازاي؟ قال له: يا ابني كتاب ربنا. السواق عايز يعاند اكتر، قام مطلع كيس لب وقام كابب اللب على المصحف وقعد يأزأز وعايز يغيظ الراجل اللي جنبه، قال له: أزأز يا عم الحاج، كل يا عم الحاج وما حطش في دماغك. فالاخت افتكرت الدرس اللي هي لسه حضراه، قالت: انا لازم انكر، لازم اتكلم. فبدات تتكلم وتدافع وتؤازر الراجل الكبير اللي قاعد جنبها. الراجل السواق عشان يعاند في الاثنين قام مطلع بقى كيس اللب وحطه وبدا يأزأز عشان يعاند في الاثنين. هيعملوا ايه؟ الناس ورا شايفه كتاب ربنا بيهان مش على ايد الامريكان في جوانتنامو ولا على ايد الهولنديين في حرق المصحف، لا، على ايد واحد مسلم المفروض انه مسلم ومحدش يتكلم، الناس كلها عايزه تروح بيتها. الاخت بتقول قبل المدينه المركز اللي مسافرين ليه ب 6 كيلو واحد ورا اتصل بمراته قال لها: انا هموت من الجوع، سخن الاكل خلاص، انا داخل على البلد اهو، انا لساني 6 كيلو. بتقول فجاه كاوتشه في العربيه فرقعت، العربية قعدت تيجي يمين وشمال في الطريق بدون أي قدرة على التوازن بتاعها. بتقول وفجأة العربية دخلت في عمود كانت خبطة مروعة، كل اللي في العربية أغمى عليهم بما فيهم الأخت ده. إيه؟ بتقول بعد شوية حست إن الدنيا ظلمت شوية، فاقت، كانت أول واحدة فاقت في العربية. بتبص لقت اللي ورا كذا واحد فيهم مات، اللي كان بيقول لمراته سخن الأكل مات، الله يرحم الناس جميعا. والسواق العربية اتفتتت، اتدشدشت من كل ناحية، اتحطمت من كل ناحية، وهي والراجل اللي كان جنبها يعني ربنا سبحانه وتعالى لطف بيهم، كانت اصاباتهم بسيطه بفضل الله سبحانه وتعالى. بتقول المرور اي عربيه بتعمل حادثه بيشيلها المرور بعد يوم على طول، العربيه دي فضلت اسبوع كامل على الطريق ما حدش بيشيلها. السواق حصل له ايه؟ هو لعله ما ماتش ولكن بيته اتخرب فيها. يا اخوانا القصه دي بتقول لنا ايه؟ دفاع ربنا عن دينه ماشي، حرمة دين ربنا ماشي، انما بتقول لنا حاجه تانية، ان اللي هيسكت هيتاخد مع اللي عصى. الناس ورا سكتت، كام واحد فيهم مات؟ الحادثه الراجل اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى حصل له ايه؟ اللي انكر ربنا لطف بيه ازاي؟